بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ حجاج اليودي رئيس مركز امتحان الثانوية الإعدادية زياد كنعيشوا اليوم الأخير من امتحان الوطني دورة يونيو 2024 فئة الأحرار. الحمد لله مرت هذه الأيام ديال الامتحانات في أجواء تطبعها روح المسؤولية من قبل الجميع، في جو هادئ جدا، لم نسجل أي حالة شغب ولا أي حالة غش خلال هذه الدورة والحمد لله. أول مرة ما كنسجلوا حتى شي حالة ديال الغش في الامتحان الوطني اللي يمكن نسجلوه هو الغياب، التزايد الغياب، وهذه ظاهرة معروفة عند فئة الأحرار، ماشي بحال الرسميين. الأحرار كتعرف هذه الفئة غيابات كثيرة، بحيث تقريبا حوالي 42% ديال المترشحين غايبين. إذن وحتى الذين برروا غيابهم فئة لا تتجاوز 35 مترشح اللي برروا الغياب ديالهم بشواهد طبية. ما هي الأمور عادية والأمور كلها عادية، كلها على أحسن ما يرام، جو هادئ، روح المسؤولية من قبل الجميع يطبع هذه الأجواء.